يعني ما شاء الله رجل هنا زي ما بتقول أنت يعني ما شاء الله فيك الله يعافيك. هذا رجل نفسه ما شاء الله خضرة يقول في نهار رمضان نصل عاب امرأته واختلط ريقه بريقها فبلع ريقها فهل يفطر في هذا؟ وعايد لك ليش اللي تبقونه؟ ما الحكم في هذا وما الدليل وما الدليل؟ يفطر إذا كان بلع ريقها. إذا كان قصد يفطر إذا كان بلع عن قصد. وهو خلال مدعمته إلها وتقبيله إلها فمش حي كل ما هذا هو بوجود الجماعة خلال مدعمته إلها يكون جماعة أن يخرج هذا عن يكون قصدا طبعا لا هو قصد ولذلك تطلع عليه كفارة كبرى. فإذا كان قاصدا فبيفطر وإله إذن نوصير بأي وسيلة من وسائل غير الجماعة وليس عليه كفارة. يعني الكفارة لماذا سميت؟ لأنها تخفف من شؤم المعصية. لذلك الجمهور العلماء